السلام عليكم اعزائي طلبه واولياء امور الصف الثالث الاعدادي النهارده ان شاء الله هنبتدي شرح اول وحده في الفصل الدراسي الثاني يونت 7 بعنوان Our World اللي هو عالمنا قبل ما نبتدي بشرح شرح وحدتنا وحده سهله خالص وبسيطه والفكره اللي فيها عدت عليك قبل كده كتير قبل ما نشرح لازم تكون عارف البلان اللي احنا هنمشي بيها في الترم ده الترم قصير فاحنا محتاجين ان احنا مش هنقول نضغط بس محتاجين ما نراكمش الدروس لو هتراكم الدروس هيبقى الموضوع فيه مشكله كبيره جدا فاول حاجه خلي بالك احنا في نهايه كل يونت ان شاء الله هننزل فيديو ازاي نحل محادثه يعني نحل فيه محادثات وقطع والباراجرافات المهمه مش عايزين بقى نراكم الموضوع ويحصل مشاكل اللي حصلت في الفصل الدراسي الاول وانا بشوف التعليقات بتاعت حضراتكم عندكم مشاكل في النقاط دي فاحنا نخلص اليونت ان شاء الله وبعد كده نبدا ننزل الكلام ده على طول بالتدريج فتابعونا كده اول باول اللي عنده مشكله يكتب لنا في التعليقات طيب اللي احنا هنشرحه النهارده انا مجهز كل الكلام ده كاتبينه بي دي اف نسخة أصلية هنسيبه لك في أول تعليق يعني الشرح اللي احنا هنشرحه حمله عندك وابدأ ذاكره أول بأول هتلاقي إن شاء الله في خلال شهر هنكون مخلصين المنهج ونبدأ نحل محافظات ونعمل اللي احنا عايزينه في القناة فياريت ما تستناش لشهر أربعة وشهر خمسة ما فيش وقت ذاكر أول بأول ما تضغطش نفسك تابع بس معايا كده أول بأول هتلاقي الموضوع سهل والقناة فيها كل حاجة واللي عنده مشكلة يا ريت زي ما قلت لكم في الاول يكتب لي في التعليقات. يلا نشوف كده وحدتنا عشان ايه آه نبتدي كده مع بعض بسرعه ان ون وحدتنا اور وورلد. واور وورلد اللي هو عالمنا. في اليونت ده جايبين زمانين مشهورين جدا اخدناهم في الفصل الدراسي الاول كتير. زمن ال present Simple, المضارع البسيط وزمن ال past Simple, اللي هو الماضي البسيط. طيب المضارع البسيط نكتب جمله كده نفتكره مع بعض هقول مثلا احمد يلعب يعني بلاي احمد مفرد كان المضارع البسيط بيقول ايه مع المفرد بنضيف اس احمد plays تمام كده مثلا تنس ده البريزنت سيمبل ده مضارع بسيط احمد plays تنس طب فاكرين الماضي بتا... النفي بتاعه لما كنا نحب ننفي احمد بليس ايوه سمع حد بيقول ايه احمد نوت بلي في حاجه اسمها نوت بلي لا احنا قلنا الفعل المضارع بيتنفى بمين doesn't يبقى احمد doesn't بلي لم يلعب تنس طب لو حابين نعمل سؤال بفعل مساعد كنا بنقول داز احمد أقول place ولا أرجع الفعل تاني بقى لأصله play؟ طبعًا هنرجعه لأصله play تنس حلو خالص. ده خدناه في الترم الأولاني وخدناه كتير. نقوله تاني بقى كده يبقى ده إحنا دلوقتي بنشرح زمن البريزنت present المضارع البسيط مع المفرد مع أحمد بنضيف s. النفي ب والفعل بيرجع لأصله السؤال ب حلو خالص. طيب خدنا برضو في الفصل الدراسي الأول الماضي البسيط اللي هو ال past اللي هو حدث بدأ وانتهى. فعل عادي وفعل غير عادي وفعل منتظم وفعل غير منتظم تعال نكتب جمله كده مع بعض هقول مثلا هبه يغسل يعني ووش الماضي من ووش ووشت ذا دي ديشز غسلت الاطباق تمام لو حابين ننفي كنا بنقول هبه ها النفي بكلمه مين الماضي البسيط بيتنفى بايه بيدنت ووشت هترجع لاصلها تبقى ووش ذا دي ديشز ولا غسلت ولا عملت تمام طب لو عايزين نعمل سؤال هنسال بداد هبه واوش هل هبه غسلت ذا حد يقول لي يا مستر الكلام ده احنا عارفينه واخدناه كتير انت عايز توصل لايه واحده واحده بس بالراحه هندخل على القاعده من غير ما تاخد بالك الجمله دي لو قسمناها الجمله دي لو قسمناها احمد فاعل ولا فعل ولا مفعول طبعا احمد سبجكت واضح جدا انه فاعل طيب وبليز ده فعل والتنس يعتبر مفعول حلو خالص ده يا جماعه احنا بنسميه في الانجليش ايه بنسميه اكتف يعني ايه اكتف بنسميه يا جماعه ده معلوم الجمله دي اسمها جمله معلومه يعني ايه معلوم يعني ايه معلوم يعني الجمله بادئه فاعل تمام يبقى احنا اللي بندرسه في حياتنا كله معلوم طيب هو النهارده جاي يعلمنا ايه؟ جاي يعلمك ازاي تحول الجمله من اكتف لباسيف. يعني النهارده هيعلمني المجهول في زمنين، في المضارع البسيط والماضي البسيط، طيب ايه فايده المجهول؟ المجهول فايدته ان الفاعل مش مهم، انا مش محتاج الفاعل، يعني الفاعل ما يهمنيش في الكلام، اللي يهمني في الكلام وعايز اعمل عليه فوكس وتركيز هو المفعول، تاني يعني ايه مجهول؟ يعني ايه جمله مجهوله مجهوله يعني بدأ بمفعول الفعل ما يهمنيش في شيء فعشان كده القاعده بيقول لي ايه بقى خلي بالك بقى معايا قال لك هتبدا بالمفعول وبعده هنجيب في المضارع ام او از او ار حسب المفعول بتاعنا وبعد كده الفعل هنجيب منه التصريف الثالث خلي بالك بقى وبعد كده هتجيب كلمه باي بس مش اساسي معناها بواسطه وفي الاخر خالص ترجع الفاعل او تجيب منه ضمير المفعول الجزء ده مش اساسي تاني يبقى المجهول مفعول ام او از او ار والتصريف الثالث وباي والفاعل طيب تعالوا كده نحاول نعمل قاعدة الماضي قبل ما نحول نفس النظام هنا هنبدأ بالمفعول طب هنا استخدمنا ام واز وار يبقى هنا في الماضي هنستخدم مين واز او وير ونفس كل حاجة زي ما هي مين هنا تصريف ثالث اهو من هنا باي اهو وبعد كده الفعل يبقى درس النهارده كله يا سنه ثالثه هما كلمتين الباسف بتاع المضارع ام وايز وار والتصريف الثالث والباسف بتاع الماضي وز وير والتصريف الثالث بس كده مش اكتر ولا اقل يلا كده نجرب مع بعض بالراحه واحده واحده احمد بليز تنس عايز احول الجمله دي للمجهول يبقى هنبدا بمين هنبدا بالتنس هو المفعول ادي تنس ياخد ام ولا ياخد از ولا ياخد ار ياخد از يبقى تنس از التصريف الثالث من بلاي بلايد ايه معناها بقى دي يا مستر تنس از بلايد التنس يلعب باي بواسطة أحمد أو ضمير المفعول بتاع أحمد اللي هو مين؟ هم، ما يهمنيش الجزئية دي، أنا هو ده الدرس بتاعنا. تمام. طب يا مستر هو ممكن النفي يتعمل؟ أه هو, هو هو، فين المفعول؟ تنس. أهو. ياخد از ولا ار ياخد از والتصريف الثالث من بلاي بليد طب يا مستر ده هنا احمد ما لعبش خلاص ام في از ازنت يبقى تنس ازنت بلايد باي احمد تنس ما تلعبش اصلا لم يلعب طب هو ينفع نعمل سؤال ايوه هي هي بس ام از وار تبقى في الاول يعني ايه ادي از في الاول اهو وبعد كده مين تنس is tennis وادي بلاي تبقى ايه بلايد هل التنس يلعب باي احمد اللي ما فهمهاش عادي بص هي تنس is اعملها سؤال تبقى is tennis يبقى في صيغه الكويستشن ام و وار هي اللي بتسبق المفعول تمام يلا نجرب الماضي ماشي هو هو هبه غسلت الاطباق هنبدا بالمفعول اللي هو مين الاطباق ذا ديشز تاخد واز ولا وير ده الاطباق جمع يبقى وير التصريف الثالث من واش واشد باي هبة او باي هير يلا يا مستر ده نافي ماشي ذا ديشز الاطباق مالها وير طب احنا نافيين يا مستر يبقى ويرنت تصريف السادس من واش ووجد الاطباق لم تغسل طيب did هبة ووز ذا ديشز ماشي يبقى هنقول عادي خالص هنقول وير هنبدا بوير ذا ديشز عشان سؤال هل الاطباق ووجد غسلت باي هبه يبقى القاعده الرئيسيه عندك خلي بالك في كل اللي على البورد ده از وار في المضارع وز في الماضي طب يا مستر انا في الامتحان اطبق مضارع ولا ماضي اكيد هتلاقي كلمه داله في الجمله هي اللي هتحدد لك وده اللي هنشتغل فيه مع بعض يلا نتدرب على ازاي تعرف الجمله مجهول ما مضارع ولا ماضي انتوا ما الا دول بس المضارع البسيط والماضي البسيط يلا كده سنه ثالثه نطبق اللي شرحناه بس قبل ما نطبقه ونديكم واجب تعالوا نعيده تاني عشان الناس اللي ما فهمتش احنا قلنا لو الجمله مضارع هتستخدم ايه هتستخدم ام او از او ار وتصريف ثالث وطبعا هنا ثابت مفعول بس كده لو الجمله ماضي هتستخدم مين was او وير وتصريف ثالث ادي ادي يونت 7 بتاعك ما تصعبش ما حدش يضحك عليك ويقول لك الترم التاني صعب ما تقلقش خالص الترم التاني اسهل من السهوله اهو دي كده وحده سبعه ما فيهاش اكتر من كده المضارع بام وايز وتصريف ثالث الماضي بواز والتصريف الثالث وانا سيب لك الورق وفي كل التريكات دي جمل جت كلها في محافظات السنه اللي فاتت احل واحده واسيب لك واحده طيب خلي بالك بقى معايا كده على مهلنا نمشي كده بالترتيب بيقول لي ايه فوتبول فوتبول دي اللي هي كره القدم تمام خالص وبيقول لي بلاي حلو خالص احنا عارفين ان بلاي يعني ايه يلعب من غير ما اقرا الجمله كره القدم ينفع تلعب هي الكره بتلعب ولا بتلعب يبقى الجمله دي مجهوله يبقى انت هتعمل ايه شوف بس زمانها عشان انت عندك زمانين مضارع وماضي اعرفه منين الزمن يا مستر اقرا ايه الجمله للاخر باي بواسطه مليونز اوف بيبل ملايين الناس مش باينه every year كل عام طب ما افري دي من الكلمات الداله على المضارع على المضارع البسيط every always و sometimes و usually يبقى انت مطلوب منك هنا am او is او are والتصريف الثالث يلا نعمل ده كده كرة القدم تاخد am ولا is ولا are تاخد is التصريف الثالث من play played اقرا بقى الجملة كده يلا سنة ثالثة فوتبول ها is played يلعب بواسطة الناس كل سنة ادي اول جملة يبقى اول جملة جابتها is played التانية واجب بس هقراها معاك اكتب اسمك واسمك وت... وال... وال... ومحافظتك في التعليق the pyramids الاهرامات خلي بالك الاهرامات جمع ماشي visited اه مديني ماضي هي الاهرامات بتزور لا بتزار by many people every year اه مديك every يعني كده الجمله مضارع كده انا غششتكم يلا عايزين نعدل visited بقى ظبطها لي بقى ام ويز وار والتصريف الثالث ثلاثة my house المنزل built يبني هو المنزل بيبني ولا بيبنى بيبنى تعال نشوف زمانها طيب in around 2000 ايه ده سنه 2000 2000 ده زمانيه سنه ثالثه ماضي يبقى هنستخدم مين was وير والتصريف الثالث الهاوس مفرد ياخد was والتصريف الثالث من built ارجع لاصله هو build built built, built. يبقى was built حد يقول لي ما هو مديها لي نكتبها برضه نكتب واز بيلت الرابعه واجب يبقى انا اعطيك اتنين واربعه واجب صعب صح؟ انا عارف اه ماشي ذات ليك هذه البحيره فورم فورم يعني يتكون فعل منتظم فعل عادي لو عايز منه الماضي والتطريب الثالث بايدي هاندردز اوف ييرز اجو منذ مئات السنين اه يبقى الجمله دي زمانها ايه؟ لازم تحدد الزمن عشان ما تلخبطش الدنيا شوف بقى هتطبق انهي قاعده ده بالنسبة لأول يونت مش عارف فهمتوه ولا لا اللي عنده مشكلة اكتبلي في التعليقات انتظرونا ان شاء الله في يونت 8 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته